شغال. كوكو هندسي بيقول لك ايه؟ شغال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك شغال. شغال. من هنا لايه؟ للسنغال. للسنغال. الحفلة اشتغلت من تاني من تاني من تاني من تاني. الناس اللي ما لحقتش. الناس اللي ما لحقتش بقول لك تعال الحق. لو ب 1000 خديها ب 10 جنيه، لو ب 2000 خديها ب 10 جنيه. كوكو هندسي بيقول لك جاب لكم ايه؟ السطرنة اشتغلت. شغال. جنان. قال لك الناس اللي ما لحقتش العرض وزعلت تيجي بكره. الناس اللي ما لحقتش العرض وزعلت تيجي بكره. الناس 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 اللي ما لحقتش العرض تيجي بكره. الناس قال لك الحفله بتاعت اي حاجه ب 10 جنيه. ابو 1000 جنيه. اي حاجه ب 10 جنيه. ابو 1000 جنيه. اي حاجه ب 10 جنيه. وابو 100 وابو 200 وابو 300 وابو 500. ب 10 جنيه. ب 10 ب 10 ب 10 ب 10. بيتباع ب 180 جنيه ب 10 جنيه. بكره في شبرا الخيمه. انت سيليكون بيتباع ب 95 جنيه ب 10 جنيه. ده الناس تتجمع بقى. هديك باسكت العاب بيتباع ب 70 جنيه ب 10 جنيه. ده الناس تتجمع. التليفون. ده الناس تتجمع. مصر كلها كده. ده الناس تتجمع وعايز كل الناس دلوقتي تعمل لك ايه؟ انا بقول لك ايه؟ الحفله في دمار. كل الناس تتجمع وكله يعمل لايك وشير وكومنت دلوقتي. اللي انا بعمله لك كده واعمل لي لايك واعمل منشن للي عايز يستفاد. واعمل منشن للي عايز عروض. اهو قال لك اي حاجه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه. قال لك ابو 1000 جنيه ب 10 جنيه. ب 1000 جنيه خد ابو 10 جنيه. بكره بكره بكره. ب 10 جنيه. الناس اللي زعلت وما لحقتش. بقول لك تعالى الحق بكره الساعه 12. ب 10. ب 10. اي حاجه هتلاقيها. ابو 1000 وابو 2 وابو 50 وابو 100 كله ب 10 جنيه. اهو. قال لك على الطبيعه. كله يجي بكره الساعه 12. شغال. شغال. ابو 100 خديها يا ست ب 10. كوكو هندسي شبرا الخيمه بيقول لك جايب لك ابو 100 وابو 1000 ب 10. قال لك انا ما بقول لك من غير اي. 10 جنيه. مش بقول لك مش بقول لك اسيبت مش مش بقول لك اسيبت مشتريات. انا مش بقول لك اسيبت مشتريات. انا بقول لك ان تاخده ب 10 جنيه من غير اي حاجه. طب الناس كلها تتجمع. الناس كلها تتجمع. طب كل اللي هيشارك ويكتب لي شبرا الخيمه. خالد ب 10. هديك موجه حرير زي كده ب 10 جنيه. ب 10. ركز معايا في اللي انا بقوله لك ده دلوقتي. ب 10 جنيه. ب 10. ب 10 جنيه. كل اللي هيشارك ويكتب شبرا الخيمه في كومنت دلوقتي كسبان ببلاش. تعالى كده قتلي بس. كل اللي هيشارك ويكتب شبرا الخيمه دلوقتي في كومنت كسبان ببلاش. طب استنى يا عم عبده. الناس تتجمع. الناس تتجمع ونوريهم الحلويات. الناس تتجمع ونوريهم الحلويات. هتاخدي موجه حراري ب 10 جنيه. ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 ب 10. كل اللي هيشارك ويكتب لي شبرا الخيمه في كومنت كسبان. كم مشبك ده؟ 4 و 4 8 و 4 12 12 12 جنيه. 12 12 ب 10. ال 12 ب 10. هتاخد بص ايه؟ حامل السكاكين ب 10 جنيه. قال لك المغناطيس. قال لك المغناطيس. هتاخدي باسكت العاب ب 10 جنيه. قال لك الباسكت الشبك والقماش كله شغال. اهو ب 10 جنيه. طب الناس كلها تتجمع. كل اللي عايز يكسب. كل اللي عايز يكسب يكتب لي شبرا الخيمه. كل اللي عايز يكسب يكتب لي شبرا الخيمه في كومنت ويعمل مشاركه. ركز معايا. حكايتك حكايه. اهو افتح انت حكايتك حكايه. انت حكايتك حكايه. يا قلب الوحش. انت حكايتك حكايه. الناس اللي عايزه تكسب. باسكت العاب زي كده. الناس اللي عايزه تكسب. هتاخد باسكت العاب زي كده بكام؟ ب 10. ب 10. ب 10. قال لك بديهولك ب 10 من غير قسيمه مشتريات ومن غير اي حاجه. اللي عايز يكسب يعمل مشاركه. اللي عايز يكسب يعمل مشاركه ويعمل منشن للاصدقاء. ايه ده؟ السلكه بتاعت الحوض اهي. ازاي؟ اللي بتتباع ب 25 جنيه. قلت لك لو حته الدهب خدها ب 10 جنيه. انت بقول لك لو لقيت بكره حته الدهب هنا ب 10 جنيه. طب اللي عايز يكسب يعمل ايه؟ هتعمل لي مشاركه ومنشن وشير للاصدقاء واكتب لي شبرا الخيمه في كومنت. كل انا عايز الاقي الكومنتات كلها شبرا الخيمه دلوقتي. شبرا الخيمه شبرا الخيمه شبرا الخيمه. كل اللي هيشارك كل اللي هيشارك دلوقتي ويكتب لي شبرا الخيمه في كومنت كسبان. كل اللي هيشارك ويكتب لي شبرا الخيمه في كومنت كسبان. كل اللي هيشارك ويكتب لي شبرا الخيمه في كومنت كسبان. مسني ب 10 جنيه. شغال شغال شغال. كلها شغاله شبرا الخيمه. الناس لسه ما اتجمعتش. انا عايز انا عايز الناس كلها تعمل مشاركه ومنشر وشير للاصدقاء كسبان. بقول لك ايه؟ العروض دي شغاله في شبرا الخيمه. كل اللي هيعمل مشاركه ويكتب لي شبرا الخيمه دلوقتي كسبان. شغال شغال. الناس اللي تقول لي نفسي اكسب بقول لك اعمل مشاركه. اعمل مشاركه ومنشن وشير للاصدقاء واكتب لي في كومنت شبرا الخيمه. طيب كده انا اكسب لك مصر كلها. اقول لك مصر كلها كسبانه. بيقول لك شغال. هتقول له ايه؟ اقول لك تقول له مبروك يا قلب الوحش. او مبروك يا قلب الوحش. مبروك على الطبيعه. مبروك وتعالى خد هديتك بكره من فرع الرفايع. مبروك يا قلب الوحش. شغال.
عايزين نكسب مصر كلها. مبروك قال لي كده. مبروك 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 تاني. مبروك 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 يا قلب الوحش. قلنا لايك وانت بتتفرج كده. مبروك 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 شغال. هتاخد باسكت العاب في 10 جنيه. قال لك الكبير الكبير ده كله ب 10 جنيه. ده كله ب 10 جنيه. قال لك انت جاي تعمل عروض اللي جاي تخربها. شغال 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 زي ما انت. هتاخد الشاليمو الشرب ب 10 جنيه. ب 10 جنيه عروض سريعه. ايوه ايوه ب 10 جنيه. قال لك انا هوريك وانت تعالى بكره الساعه 12. الحاجه دي اللي هتلاقي منها قطعه 2. بص دي ايه ده بقى ده. بص دي عامله ازاي. ايوه ايه ده بقى ده. بص دي عامله ازاي. ده ايه ده بقى ده. ب 10 جنيه. ازاي ده ب 10. ازاي ده. قال لك لو لقيت حته دهب تعالى خدها ب 10 جنيه. ما اكدبش عليك الصفايه دي ب 10 جنيه. الساعه 12 الاقي الفرق كله الناس بره. حبيبي شغال. الحاجه دي في منها خمس قطع 10 قطع من الصرف. يا تلحق يا ما تلحقش. وش القفص. ولا يجي الساعه 12 ياخد وش القفص. وانت ب 10 جنيه حراري. شغال. بص متبطن من جوه. والله المتبطن. تعالى لي كده بص التبطينه من جوه عامله ازاي. شغال. بص الكو هندس بيقول لك انا عايز الناس كلها تشارك. كل اللي هيشارك ويكتب لي شبرا في كومنت كسبان. اعمل مشاركه بس. اللي بتكتب لي شبرا من غير مشاركه مش كسبان. شغال. ب 10 جنيه. انت هتشارك على صفحتك بس. وانت بتتفرج اعمل مشاركه. وانت بتتفرج اعمل لي مشاركه واعمل لايك واكتب لي في كومنت ايه. شبرا الخيمه. اكتب لي في كومنت شبرا الخيمه. اكتب لي في كومنت شبرا الخيمه. ايه ده بقى ده. ده لسه 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 لسه. قال لك بقى خخه جاي يضيع. يبقى انا جايب لك خرطوم ب 10. ب 180 جنيه. ب 10 جنيه. بكام؟ ب 10 جنيه. والله ب 180 دي. الله يعني شغال. يبقى انا جايب لك بص ايه؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه في الباب. شغال. ب 10. كل ده ب 10. ب 10 ب 10 ب 10 ب 10. طب انا عايز الناس كلها تتجمع. مصر كلها دلوقتي تكتب لي شبرا في كومنت. كل اللي هيكتب لي شبرا في كومنت كسبان. كل اللي هيكتب في كومنت شبرا الخيمه كسبان. اعمل مشاركه واكتب لي شبرا الخيمه كومنت. ايه ده بقى ده. ركز معايا كده ب 10 جنيه. ده كام لون ده. بكره ب 10 جنيه. اربعه الوان. هتاخدي ماسك اربعه في اربعه كام. شغال. هتاخدي معلقه سيليكون. بص مكتوب عليها كام. ايه حكايه. من سنتين ب 17 جنيه. من سنتين يبقى انت هتاخدها ب 10. قال لك من سنتين ب 17. انا بديلك بكره ب 10. العروض دي شغاله معاك بشبرا الخيمه بكره الساعه 12. شغال. العروض دي كلها شبرا الخيمه يا حبيبي. شغال. هتاخد اباجوره ب 10 جنيه. اباجوره حكايتها حكايه. ب 10 جنيه. ب 10. ب 10 جنيه. ده انا بديك ابو 1000 جنيه ب 10 جنيه ما كدبتش. هتاخد بوتي ب 10 جنيه. بوتي ب 10. هتاخد بص اليد بتاعت الايه بتاعت الخرطومه هتاخدها ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. اليد ب 10 جنيه. اليد ب 10 جنيه. ب 20 جنيه. اليد ب 10 جنيه. شغال. الناس اللي بتقول لي عايز اكسب قلت لك اعمل لي مشاركه واعمل لي شبرا الخيمه في كومنت تكسبي. ب 10 جنيه. شغال. انا عايز كله يشارك. مشارك مشارك مشارك. اعمل مشاركات ولايك. اعمل مشاركه ولايك واكتب لي شبرا الخيمه في كومنت. الفوطه بكام؟ ايه ده بقى ده؟ ركز معايا كده. بص ايه ده بقى ده؟ الفوطه عامله ازاي؟ الساعه 12. دي مش فوطه. قال لك الحاجات دي مفيش منها كميات. هتيجي بكره الساعه 12 تاخدها بالسعر ده. هتاخد غير المساحه ب 10. شغال. ب 10. شغال. شغال 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 شغال. شبرا في شبرا في شبرا في شبرا. قال لك الناس بتسعى على شنط الشفر كلها موجوده في شبرا. شغال شغال. بكم؟ ايه ده ايه ده؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ايه ده ده ازاي ده بقى؟ ده ازاي ده ب 10 جنيه ده؟ ازاي ده ب 10 جنيه؟ ازاي ده ب 10 جنيه؟ ب 10؟ ب 10 جنيه. المضرب بيد اللي استل. شغال. بص الوزراء ب 10. شغال. تعالى لي مضرب ب 10. الناس اللي بتكتب شبرا الخيمه في كومنت من غير ما تعمل مشاركه انت مش كسبان عشان مش مشارك. انا بشوفك لو مشارك اكسبك ب 10 جنيه. ايه ده بقى ده؟ تعالى كده الحمل ب 10. ب 10. ب 10. ب 10. ازاي ده بقى ده؟ بص شراب سيليكون. ايه ده بقى ده؟ ب 10 جنيه. ايه؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. قال لك ما حدش يجي يسالني ازاي؟ ما تسالنيش ازاي؟ انا عايزك تقول لي فين؟ في شبرا الخيمه. شبرا. ب 10. العروض دي شغاله شبرا الخيمه بس يا عم عبده. شغال. ب 10. ب 10 ب 10 ب 10 اربع كوبايات ب 10. ده كله ب 10. كله ب 10 جنيه. ده كله ده ب 10 جنيه. الطقم كله كله ده ب 10 جنيه. قال لك انا ما فتحتلكش قلت لك قطعه. ب 10 جنيه. الطقم كله ب 10. بص استشوار اهو ب 10 جنيه. ده انا بقول لك لو لقيت حته دهب خدها ب 10 جنيه. لو لقيت حته دهب خدها ب 10 جنيه. قلت لك استيراد الوحش اهو. اهو الوحش اللي ما بيريحش. شغال ب 10 جنيه. شغال. ب 10 جنيه. شغال. ب 10 جنيه. شغال. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. صبرنا 2 دولار. ايه ده بقى ده؟ ب 10. قال لك انا تعبت من كتر ما قلت ب 10 جنيه. استيراد الوحش. بص عامله ازاي؟ شغال. استيراد الوحش كوكو. ب 10 جنيه. شغال. ب 10 جنيه. قال لك العروض دي شغاله مع كوكو واحشي العروض في شبرا الخيمه. فوطه زي كده؟ ده حكايتها حكايه دي. اهي. فوطه ب 10 جنيه. والله العظيم يا بلاش. شاليمو ب 10 جنيه. قال لك الشاليمو المتاهه. اهو ب 10 جنيه. المضرب والماسك ماسك الشنط. ب 10 جنيه. ايه؟ ب 10 جنيه. يا ابني حرام عليك. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. معلقه السيليكون. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. 10 جنيه. 10 جنيه. 10 جنيه. 10 جنيه. ده كله ب 10 جنيه. شماعه الستان ب 10. ب 10. ب
بعشرة 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 ابو 10 جنيه في شبرا الخيمه من تاني. الحته دي خدها ب 10 شغال شغال المنشر ب 10 جنيه شغال ب 10 جنيه شغال ب 10 جنيه اهو المسن ب 10 جنيه زي ما انت ب 10 جنيه. طب الناس اللي عايز تكسب اعمل مشاركه ب 10 جنيه ابو فتاحه اضرب بفتاحه ب 10 جنيه ب 10 جنيه كل ده ب 10 جنيه قال لك المضرب والفتاحه ب 10 جنيه ب 10 جنيه مقص الخضار ب 10 جنيه مقص الخضار ب 10 جنيه والله انا ما بكذبش عليك انا بقول لك العروض دي كلها قطعه ولا اتنين هتلحق تيجي الساعه 12 ده عامل ايه ده منظم ميك اب ده كام دور ده ده منظم ميك اب ده 3 دور ده كل ده ب 10 جنيه ده كله ب 10 جنيه طب الناس اللي عايز تكسب تعمل ايه الناس اللي عايز تكسب تعمل ايه مشاركه طب شارك شارك وانا اخش اقول لك مبروك شارك شارك وانا اخش اقول لك مبروك دلوقتي شغال ب 10 جنيه ب 10 ب 10 جنيه ب 10 ب 10 جنيه شارك ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه في شبرا الخيمه ب 10 جنيه بتاعت الدش ب 10 جنيه الناس اللي بتقول انا عايز اكسب الفرشه بالخزان ب 10 جنيه معلقه الرز ب 10 جنيه الساعه 12 كل ده ب 10 جنيه الساعه 12 ب 10 جنيه الناس الساعه 12 كل ده ب 10 جنيه تعمل لايك هتعمل لايك هتعمل لايك من سنه ب 10 جنيه ب 10 جنيه علبه الخب ب 10 جنيه الكامله المبشره ب 10 جنيه المتكامله شغال شغال مش هاكل زي كده اقسم بالله بيتباع ب 150 جنيه ب 10 جنيه ازاي ده بقى ب 10 جنيه ازاي شاكوش بيتباع ب 150 جنيه ب 10 جنيه ازاي استنى شغال ب 10 جنيه ده ده دماغي صدعت من الكلمه بكم؟ ب 10 جنيه قال لك ده اللي مش جاي شبرا الخيمه بكره ندمان وخسران قال لك العروض دي شغاله معاك في شبرا الخيمه بكره طول اليوم واللي هيجي الساعه 12 هيلحق ب 10 جنيه ب 10 جنيه شغال ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه الساعه 12 ب 10 جنيه ده كله ب 10 جنيه قال لك يا سدادة وسلكة استراد الوحش اللي ما بيريحش ما بيريحش يا وحش ب 10 جنيه شبرا الخيمة ب 10 جنيه كل ده ب 10 جنيه طب الناس اللي عايزة تكسب كل ده ب 10 جنيه شغال كده الناس اللي بتقول لي كده كام تعالي الساعة 12 وانت تشوف الحقيقة الناس بقى اللي بتقول لك كده تعالى لي بقى يا باشا تعالى الساعة 12 وانت تشوف وريني كده كده ولا مفيش كده شغال شغال ابقى كداب لو جيت الساعة 12 وما قلتلكش الكلام ده معلش اللي بيقول لك كده ده انت بتيجي الساعة 12 تشوف لا ولا بتجيلي الساعة 12 بالليل الناس اللي بتجيلي الساعة 12 بالليل بتقول لي فين انا بقول لك الساعه 12 الصبح ما لقيتش اي عرض من اللي انا بقول لك ده خد 2000 جنيه الحاجات دي بتقعد ساعتين شغال ما بتكملش ساعتين وبتكون خلصانه الساعه 12 المحل انا عايزك تبقى في المحل 12 العروض دي بكره خد اللي انت عايزه انا اللي بقوله لك ادولك ببلاش شغال شغال يبقى تعالى لي بقى كده وتعالى لي جوه تعالى لي جوه ده لسه 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 تعالى لي لسه 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 بكره باريس باريس ب 75 جنيه قال لك السعر القديم ما غلتش عليك جنيه شغال هديكي مج حراري ديجيتال بكره ب 95 كل جنيه كل ده بالسعر القديم كل ده بالايه بالسعر القديم ما غلتش عليك جنيه الطوابل اهو ب 475 بكم؟ طب بقول لك ايه عرض واحد لكل واحد عرض واحد لكل واحد ال 12 ب 400 جنيه بكم؟ ب 400 جنيه قال لك ب 475 خدها بكره ب 400 تعالى ب 400 خلاط الترند اللي مدغدغ مصر كلها بكره ب 149 جنيه الترند ب 149 جنيه اليو اس بي بتاع الرحلات وبتاع المصايف وبتاع المج بص اللي حكايته حكايه اهو ابو شاليمو ابو بكره ب 50 جنيه مج الجيم اللي حكايته حكايه بكم؟ ب 50 جنيه ب 50 بس ب 50 جنيه ب 50 بس مكبس البرجر اهو بكره ب 52 ونص بكم؟ ب 52 ونص السعر على الطبيعه قال لك العروض شغاله معاك في شبرا الخيمه 5 جنيه اي شكل من اللي يعجبك دول بكره ب 5 جنيه 5 جنيه ب 5 جنيه شغال ب 5 جنيه ب 5 جنيه قال لك اللي عايز يكسب دلوقتي كل اللي عليك تعمله تعمل مشاركه وتكتب لي شبرا الخيمه في كومنت دلوقتي ظهري جلد ظهري جلد ظهري جلد قال لك هتكلبش في الارض بكره ام 85 جنيه ب 65 بكم؟ ب 65 جنيه قال لك السكرين اه ب 65 خد سكرين ب 65 جنيه اللي عايز يكسب يعمل لي مشاركه ويكتب لي في كومنت شبرا الخيمه وكسبه دلوقتي اهي اهي ركز معاه كده الدواسه بتاعت البانيو ب 42 ونص الدواسه السيليكون ب 42 بكم؟ ب 42 ونص بس الدواسه الصدفه اهي الصدفه ب 45 جنيه الحمام ب 45 جنيه ب 45 جنيه الدواسه الدهب اهي اللي حكايتها حكايه دي 80 جنيه بكره ب 60 جنيه بكام؟ ب 60 جنيه قال لك كله ركز في الاسعار الاسعار دي عروسه شغاله بكره في شبرا الخيمه الاسعار دي شغاله بكره عروسه في شبرا الخيمه شغال الاسعار دي شغاله معاك فين؟ في شبرا الخيمه يا وحش وكل اللي عايز يكسب دلوقتي يعمل لايك وشير وكومنت في شبرا الخيمه واكسبك دلوقتي كل اللي عليك هتعمل لي لايك وشير وتكتب لي شبرا الخيمه في كومنت بس لقيتك مش شارك اكسبك الالماني خلاط الالماني اهو بكره الطبيعه بكره 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 بكره
ب 650 جنيه. بكم؟ ب 650 جنيه. العرض ده شغال في شبرا الخيمه بس. في شبرا الخيمه. الناس تتجمع. يعني بص علبه المناديل والاكسسوارات ده حكايه تحكايه، حامل ريموت وعلبه مناديل ثلاثه في واحد. ثلاثة في واحد معاك. كل الالوان شغاله معاك. بكره ب 150 اللي فيها ذهب يا وحش. شغال بكم؟ بكره ب 150 150 اللي فيها ذهب يا وحش. شغال. تعالالي حنفيه القاروره اهي، اهي المضخه اللي خربت الدنيا اللي الناس كلها بتسال عليها، جت من تاني في شبرا الخيمه ب 35 جنيه. شغال ب 35 جنيه في شبرا الخيمه. العروض دي شغاله معاك في شبرا الخيمه. طب الناس اللي بتتجمع فين؟ الناس اللي عايزه تكسب فين؟ يا عم انا بقول لك ايه؟ وصل من تاني اهو. قال لك بكل الوانه، بجميع بكل الوانه، الوانه بجميع كل الوانه. الجليتر، الجليتر يا وحش اللي مدغدغ الدنيا. كل واحد ب 100 جنيه. ب 100 ب 100 جنيه. قال لك خد سكرين اهو، خد سكرين وتعالى على شبرا الخيمه ب 100 بس. تعالى لي كده. الناس اللي عايزه تكسب، الناس اللي عايزه تكسب اهو. ما بيتكسرش، ما بيتكسرش. شغال، ما بيتكسرش على الطبيعه اهو. ما بيتكسرش، شغال معاك، ما بيتكسرش. الاكريليك كله كله شغال، اللي ما بيتكسرش اهو على الطبيعه، ما بيتكسرش. قال لك تعالى اقف عليه في الفرع، ولو اتكسر ما تاخدوش. بص اديك فلوس من معايا. شغال. اي قطعه بكره اكريليك 15 جنيه خصم. بكره اجددوا لك في فرع الرفيع، فرع شبرا الخيمه. شغال يا ابو نيعو، ركز في العرض ده بس عشان ما ايه. تعالى بالراحه. هتاخد كاتل استانلس، شوف باركوده اهو، الباركوده على الطبيعه. كام؟ بكام ده بقى يا وحش؟ 586. بكره هتاخد عليه خصم 220 جنيه. كام؟ 220 جنيه. الناس تركز. 220 جنيه. 220 جنيه. قال لك خصم على الكاتل 220 جنيه. يمسك القطعه في ايده هيقول لك الخصم عليها كام، القطعه اللي في ايده. انا عايزك تركز. شغال. عايز بايركس موجود اهو. 200. قال لك البايركس اللي بينور. شغال. اللي بينور. شغال. شغال. شغال يا وحش. دبات الكهرباء معاك. 220 جنيه. كم؟ 220 جنيه. 220؟ اي كبه كهرباء 220. طب الناس تركز في الخصم ابو 220 بكره في شبرا الخيمه. شوايه الجريل اهي. اي اي. 220 برضه. قال لك الاثنين في واحد. يعني تشوف الباركود اخصمي 220. الاثنين في واحد. 220. 220. الناس اللي عايزه تكسب وبتقول لي كسبني، بقول لك اعمل لايك وشير ومنشر للاصدقاء. 250 جنيه خصم. كم؟ 250 جنيه خصم. طب الناس تلحق بقى. طب الناس تلحق بقى. شغال. العروض دي شغاله معاك في شبرا الخيمه. طب انا عايزك تعمل لايك وشير وكومنت دلوقتي واكسبك. كل اللي يعمل لي لايك وشير وكومنت دلوقتي في شبرا الخيمه كسبان. هتاخد بكره ايه ده؟ حكايته حكايه ده. بص مكتوب عليها كام؟ 15. هتاخدها بكره ب 10. بكام؟ ب 10. ابو 15. العروض دي شغاله معاك النهارده وبكره. العروض دي شغاله معاك بكره. جميع الكبات الكهرباء. قال لك اليدوي شغال والكهرباء شغال. 3 لتر. شغال. كله شغال. كله شغال معاك. عليها خصم 50 جنيه و 75 جنيه. الاثنين بكره. تعالى شغال. تعالى شغال. الناس اللي عايزه تكسب وبتكسب. تعالى لي يا حبيبي. تعالى لي يا قلبي. تعالى لي يا غالي. لما تكشكوش لوكس زي كده قلت لك عليه ب 10 جنيه. اهو. لما تاخده زي كده. اهو بص بكام؟ شغال. ب 100 جنيه. دمر. شغال. هتاخده انت بكره بكام هناك؟ هتاخده بكام؟ في العرض بتاع الساعة 12. الناس تلحق. شغال. 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 اهو. على الطبيعة. على الطبيعة. شغال. شغال. لا مش شغال. تعالى لي. الناس كلها تتجمع. ما زي كده، ادولك ب 10 جنيه بكره يبقى في خراب. الدمار بكره في شبرا الخيمة. شغال. ميزان زي كده. بكره. ده حكايته حكاية. ب 69 جنيه. بكام؟ ب 69 جنيه. طب الناس تتجمع. الناس تتجمع. انا عايز الناس كلها تتجمع وكله يعمل لايك وشير ويكتب تم في كومنت دلوقتي. شغال. لما اديكي منشر زي كده ب 70 جنيه يبقى في خراب بيوت. في خراب بيوت. يبقى قال لك المنشر الممتد يا وحش. قال لك هتجيبه من حته لحته وشغال معاك. لما اديك بكره. ترمس ستاربكس بكره. شغال معاك. بكام؟ في خراب بيوت. ب 80. لما اديكي بكره مضرب بيض زي كده سنوفير. عليه خصم 220 جنيه يبقى في الناس تركز في الخصم. شغال. قال لك العروض دي شغاله معاك بكره بس. يبقى كده 220 جنيه. شغال. ابو 220 جنيه. كيس الكينا لوكس زي كده اهو. الطقم بتاعها بيتباع ب 1000 جنيه. حكايته حكايه. ب 50 جنيه يبقى في خراب بيوت. في خراب بيوت. شغال. في خراب بيوت في شبرا الخيمه. ب 30 جنيه. يعني عايز تعملي طقم ببلاش الربع هتعمل ايه؟ مش محتاجه تسنيها ولا مره. شغال. عروض الازاز كلها شغاله. عروض الرفيع كلها شغاله. شغال.
وبكره ما تنساش العرض ده. اي العرض. حد هيجي فرع الرفاعي يعمل فاتوره ب 500 جنيه ياخد ده بجنيه. 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 بجنيه في شبرا الخيمه. اي حد هيجي فرع الرفاعي يعمل فاتوره ب 499 ياخد ده بجنيه. 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 بجنيه بجنيه بجنيه. ياخد ده بجنيه. بجنيه بس. بجنيه. بجنيه بس بكره في شبرا الخيمه. ياخد ده بجنيه. بجنيه. طب بقول لك ايه؟ عرض واحد لكل واحد بكره. شغال. اهو. طب الناس كلها تتجمع عشان قال لك عامل لك عرض واحد لكل واحد وكله يتجمع. بكره ب 4 جنيه. ب 4 جنيه ب 4 جنيه. قال لك الطبق العسلي ب 4 جنيه. الطبق العسلي ب 4 جنيه. ايوه هتعمل طعم ببلاش. يبقى حكايتك حكايه وروايه يا كوكو. شغال شغال. يبقى مستني الناس كلها بكره. بكره ايه؟ الاربع فرع شبرا الخيمه فرع الرفايع. تعال لي كده بره. تعال لي كده يا عم اسلام. الناس كلها تتجمع عشان انا عامل لك طفره بكره. استلس وصلت. وصلت بكميات. عايز تعمل طعم هتلاقيه هتجمعه ببلاش. ببلاش. فرع الرفايع فرع شبرا الخيمة. العنوان اهو. شغال احلى جروب في الدنيا.